تنظيم اليوم هذه الندوة حول واقع وآفاق تمثيليات المحاميات في الأجهزة المهنية بالنظر إلى ما يعرف هذا الموضوع من نقاش في أفق إصدار القانون الجديد لمهنة المحاماة، وبالنظر إلى واقع عدم التمثيلية المناسبة للمحاميات في الأجهزة المهنية. المحاميات يمثلن نسبة كبيرة من المحامين في المغرب، ولكن على مستوى الأجهزة غير ممثلات بالشكل المناسب. ما كاينش النقيبات، عضوات المجلس قليلة جدا، على المستوى الوطني ما كاينش تمثيلية. لذلك نبحث في هذا الموضوع ونعطيه من الأهمية والأولوية ما ينبغي حتى تتبوأ المحامية المكانة المناسبة لها في مواقع القرار، خاصة بعد دستور 2011 الذي جاء في فصله 19 ونص على السعي إلى المناصفة. يعني سياق تنظيم هذه الندوة يأتي يعني حسب يعني هذا الموضوع، تمثيليات المحاميات في الأجهزة المهنية هو أصبح هو موضوع ذو رهينية، خاصة أنه الآن القانون الحالي الساري المفعول الآن هو قانون صادر قبل صدور دستور 2011 اللي كينص صراحة على المساواة والسعي نحو المناصفة من خلال مقتضيات الفصل 19، وعلى إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز في الفصل 164، ثم تصدير ديال الدستور اللي حتى هو كينص صراحة على سمو المواثيق الدولية. وبالتالي الآن هذا المبدأ من المفروض أنه يكون محسوم، مبدأ ديال التمثيلية محسوم. كيبقى النقاش اللي غنفتحوه الآن والنقاش على الآليات والصيغ والإشكاليات الواقعية والقانونية اللي كتواجه يعني تقلد المحاميات المغربيات المناصب على مستوى الأجهزة المهنية، وتشجيعهن على تقديم الترشيحات ديالهم والتشجيع على التصويت عليهم.